صباح الخير لك المشاهدين ام تي في. Quand l'oiseau se déchire avec son chant, les feuilles incertaines de leur mélancolie, parfois cessent leur plainte, l'air au loin fini et ne veut plus entendre. اكيد ابيات جميله جدا للشاعر الكبير جورج شحاده، الشاعر اللبناني الاصل اللي كتب باللغه الفرنسيه اللي انشهر عالميا وكتبه اكيد كمان ترجمت الى اكثر من 25 لغه. اليوم كتاب رائع، كتاب اكيد هو بمثابه كمان لفت كبيره لجورج شحاده، جورج شحاده ولا بويزي دو ريال للكاتبه مها بدر. اهلا وسهلا فيك باستديوهات الام تي في، نحن مبسوطين حضرتك جيتي من زحله لعنا ونحن مبسوطين بوجودك معنا. حضرتك من مواليد ابلياس وحائزه على دكتوراه في الادب الفرنسي من جامعه بواتيه بفرنسا ومدرسه بالجامعه اللبنانيه وبجامعه الاي يو اس تي. كما عندك مقالات كثيره عن الشاعر والكاتب جورج شحاده، واصدرت اول كتاب اليك جورج شحاده ولا بويزي دو ريال اللي وقعتي ب 17 سالون دو ليفر فرانكوفون. انا حابه ابلش اكيد نحن بنعرف انه هيدي كانت يعني السوجي تبع تيز دكتوراه دونك وصار كتاب رائع. بحب اعرف ليه حبيتي تكتبي او تنقيتي تعملي تيز عن الكاتب والشاعر جورج شحاده. صراحة شغفي بجورج شحادة بلش من وقت الدقيقة، يعني أنا سافرت من لبنان على ليون كفيت دقيقة، عملت التاز البروجي بتي بروجي دو دقيقة عن جورج شحادة، كانت شوي ليميتي، يعني كانت عن لو فواياج اي ليميغري دو بريسبان. وقت قريت جورج شحادة بلشت لاحظ إنه في علاقة كثير مهمة بين التياتر دو جورج شحادة اي لا بويزي دو جورج شحادة، فحبيت إنه عمق دراستي عن جورج شحاده وكفيت بنفس المجال كفي اعمل تاز عن جورج شحاده اللي حسيت انه مش كثير منعطى حقه لهذا الكاتب خاصه بلبنان. صح، هلا بيقولوا نول ني بروفيت دون سون بيي، يعني بتصور انه جورج شحاده عالميا قدروه ونحن بنعرف قد ايه ايام اصحابه اندري بريتون وبول اليار رينيه شار اللي كثير يعني مجدوه كمان وآمنوا فيه، ونحن اللبنانية بعدنا لليوم يمكن بنحب نحكي عن الكتاب الفرنسيين وبننسى انه عندنا كتاب من اصل لبناني بمستوى يمكن بعد اعلى من الكتاب الفرنسيين. كنت عم تحكي انك عملتي التاز عن جورج شحاده كاتب المسارح وجورج شحاده الشاعر، قولي لنا شو اللي بيفرق بين الاثنين؟ صراحة هو ما في كتير هالفرق بين الاثنين، بين البويزي والتياتر. جورج شحادة جرب ينقل كل اللي علمه البويزي باكسبيريونس دو 20 عام يمكن على التياتر، يعني جرب حط متر ان سين لا بويزي. هيدا اللي لفتني بكتابات جورج شحادة. هلا طبعا كتياتر بويتيك، يعني نقل il avait écrit en poésie le théâtre mais en même temps il n'a pas oublié l'expérience poétique اللي نقلها على التياتر. يعني كتب المسارح لغة الشعر بس اكيد ما نسي ابدا انه عم بيكتب مسرح، يعني افيك انتريغ افيك ديزاكتون افيك دي بيرسوناج اي تو سا. مضبوط، نلفت نظر المشاهدين انه في كثير من المسارح اللي كتبها هي اللي ترجمت الى لغات كثير وكمان مثلوها ببلدان كثيره كمان. مش من زمان كان في ليميغري دو بريسبان ببعلبك، دونك يعني عم نرجع نعطي بركي حقه لهالكاتب اللي لازم اكيد واللي ما رحل من زمان. انا بس بحب الفت انه هو كاتب اكيد وشاعر من لبنان الاصل، ولكن خلق سنه 1905 بالاسكندريه وتوفى بفرنسا وين عايش بباريس سنه 1986، يعني ما له كثير زمان ابدا. بتقولي حضرتك انه جرب جورج شحاده وقتها كتب خاصه الشعر انه يفرق ما بين الشعر وبين هو سيرته الذاتية ومشاعره، ولكن مع قد ايه انت بتلاقي ممكن لشاعر خاصة أكثر من الكاتب انه ما يحط من ذاته
بشعره. ونحن بنعرف انه وقت نرجع نقرا على جورج حاده انه لو هو جرب تصور ما كان في اكثر منه شفاف Tout à fait. Alors, la biographie, elle est très importante chez Georges Hadé, parce que, comme je l'ai dit, Georges Hadé, il a essayé de sortir de la période et de la situation qu'il a vécu. C'est pour ça que la poésie de Tabito était un petit peu, on l'appelle, poésie intemporelle. C'est ça. Il a écrit, il n'a pas eu le temps, ni dans le temps, ni dans le lieu. Tout à fait. Il a écrit, si quelqu'un a écrit, il 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 a écrit. هلا العلاقه هلا في علاقات حب صارت معه لجورج حاده جرب يترجمها بس ما اذا بنلاحظ ولا مره ذكر اسم ولا حتى لبنان ولا مره بنلاحظ انه بشعره حط اسم لبنان قال هو انه قوه الشعر هي انك تلاقي وتلاحظ لبنان من دون ما تقوله يعني هيدي ليفوكاسيون بيان لا سوجيستيون دو لا دو لا بويزي نعم يعني انه واحد يقدر يمكن يحس انه عم بيحكي عن لبنان ولكن من دون ما يقوله بتصور هيدي هي قوه بالاسلوب اكيد وبالشعر. بتقول حضرتك انه اليوم في الشعر وعلاقه جورج شحاده اكيد بالغيال او بالواقع. شو بتلاقي شو علاقه جورج شحاده وشعر جورج شحاده بالواقع؟ انا لما نقيت السوجي يعني لا بويزي دو جورج حادي ولا بويزي دو غيال كنت واقعه صراحه على ارتيكل طلع وقت تمثلت اول مسرحيه لجورج حادي بالكوميدي فرانسيز دو جورج افيك جورج فيتالي كانت في محاربه ضده افيك روبير كامب. روبير كامب كان يقول شو عم يعمل جورج حادي عم يقعد يلعب باللغه من دون ما يوصلنا معنى يا با دو سانس دون لا بويزي دو جورج حادي. اور البويزي ما إلا قيمة إذا ما كانت عم تمثل الواقع، إذا ما كانت عم تمثل قيمة الإنسان. سان جان بيرس بيقول سألوه أكوا سير لا بويزي؟ بجاوبهم بيقول لهم إل سير أ ميو فيفا. دونك جورج حادي عم بيوصلنا من وراء يمكن ما عم بيعمل إيميتاسيون للريال يعني ما عم بياخذ شيء وعم بيقدر يصوره ما عم بينقل الواقع مثل ما هو على التمام ولكن عم بيعطي بيعطي من ذاته عم بيحترم وجود الواقع وعم بيستوحي منه تو تافي يعني ما نعيش بالخيال بس تو تافي حتى اصلا بنلاقي اذا بنطلع انتي بو لانه انا اللي عملته بالتيست جي اسي دو سيتوي جورج حادي دان ان كونتكست هيستوريك يعني جربت تلاقي له موقع تاريخي يعني تاريخي بمسيرته الذاتية صح؟ بنلاحظ انه في محلات معينه البويزي كانت اون لابيل اون بويزي انجاجي يعني كان عم بيدافع عن لبنان عم يحكي عن الحرب من دون ما يذكر شعر يذكر لبنان يمكن من خلفيات نعم فهيدا بشوف انه الريال هي تحوير الواقع حسب ما انا بشوفها يعني طبعا الريال اللي فرجينا اياه جورج حادي هو تي دون ان كادر دامور دو تندريس دو غراس جو ديري اي دو نعم يعني اللي الواقع اللي فرجينا اياه اللي جرب يظهره جورج حادي هو واقع كثير في عاطفه وحب وتفاهم على كل حال جورج حادي بتحطيها بالكتاب علاقته بالحب والحبيبه بيقول انه ما يعني ما فيك تجزئي ما بين كل شيء روحاني وكل شيء جسدي يعني بيكملوا بعضهم خبرينا اكثر عن هالنظره Et le corps sont deux. لهيك يمكن جرب يبرهن بالتياتر لهيدي العلاقه بين البويزي والتياتر انه الام اوكي عم نقرا بوام يمكن عم نحكي عن الام بس كمان كان لو كور اي تي تريز امبورطون يعني لو كور شارنال يمكن سي بور سولا جرب بالبياس تياتر تبعيته انه يجسد البويزي بجسد بيرسوناج يمكن كمان نفس الشيء بالامور يعني ولا مره كان ببياس تياتر ما كان عم يحكي عن امور وعم يحكي ما عم يفصل بين امور سبيريتوال وامور امور شارنيل كان الاثنين موجودين سوا عند جورج حادي هو بيعتبر انه ما ممكن تحبي بس يعني بطريقه بس من الوح للروح بدك تقدري توصلي هالحب وهالمحبه من الجسد للجسد يعني تو تافي يعني لا بي بارلي دو لانكارناسيون اذا بدك تسجيل واخذ الميت بيبليك